عجلتون سان جورج بروجكت فرز أراضي للسكن بيمتد على مساحة أرض 46,665 متر مربع، موقعه بعجلتون على ارتفاع 700 متر من سطح البحر وطقس معتدل بالصيف والشتاء. جيتد بروجكت آمن مع مدخل خاص وطرقات ومساحات خضراء داخلية بالإضافة لبلاي جراوند وأمفي ثياتر. مشروع إيكو فريندلي ومصمم بشكل مدروس وبعيد دقائق عن الطريق الرئيسي. مساحة الأراضي للبيع داخل المشروع 2000 متر مربع وما فوق، والمميز إمكانية المالك من اختيار عدد الفيلاز المتراوحة بين 1 و 3 يلي بيريد إنشائها داخل أرضه مع الالتزام بالمعايير المشتركة المعتمدة. عجلتون سان جورج ريزيدنشال بروجكت ببرايم لوكيشن، موقعه بين البحر ومراكز التزلج وقريب من أهم المراكز الطبية والترفيهية والتجارية بالمنطقة. أما التسليم بأواخر 2018. ويزي هيلز هاي اند بروجكت بمرحلة الكونستراكشن، موقعه استراتيجي ببعبدا قريب من وزارة الدفاع وعلى بعد 10 دقائق من بيروت. فيو بتل على البحر والجبل، ارتفاعه 350 متر عن سطح البحر. بروجكت مؤلف من 13 بلوكس للسكن. مساحات السامبلكس تتراوح بين 190 و230 متر مربع بالإضافة لجاردنز، أما الدوبلكس بين 330 و400 متر مربع بالإضافة لتيراس. لوكجيري فينيشينج بالداخل. بروجكت خاص للسكن بجيتد كوميونيتي ومأمن فيه سيكوريتي عالية. من أهم الخدمات المأمنة بالمشروع جيم، سوبر ماركت، جاردنز، 2 سويمينج بولز وكافيه. سبيسيفيكيشنز عالمية منا عمار إيكو فريندلي، ووتر بروفينج سيستم، سيستم ضد الزلازل، دبل جليزينج وبرايفت جنريتورز. كل أبارتمنت تابع لها 2 ل 3 باركينج بالإضافة لستورج رومز. لويزا هيلز لوكجري بروجكت ببرايم لوكيشن وأكسس سهل من الأوتوستراد ومعايير عمار عالمية. أما التسليم بآخر صيف 2019. بيروت جاردنز بروجكت بآخر مراحل الفينيشينج، موقعه بأهم نقطة بوسط بيروت كاشف عفيو البحر والمرفأ. مكون من 3 أقسام، محلات تجارية، مكاتب وشقق سكنية. 4 بلوكس، 2 للمكاتب مع مدخل مستقل و2 للشوبس والأبارتمنت. مساحات الشقق بتتراوح بين 180 و450 متر مربع سامبلكس وبين 275 و435 متر مربع دوبلكس. عدد الشقق الأفيلابل للبيع 26، أما المحلات التجارية 9، بالإضافة لأربع أندرغراوند فلورز للباركينج والستورج روم. مواصفات العمار على مستوى عالي ومودرن ديزاين بالخارج. أما بالداخل رخام أوروبي وباركي ماسيف، شوفاج وسنترال أي سي، خدمات عديدة مأمنة بالمشروع، سويمينج بول، جيم، سيكوريتي 24/24 و4 برايفت جنريتورز. بيروت جاردنز هاي اند بروجكت بجيتد كوميونيتي بمنطقة استراتيجية قريبة من أهم المراكز التجارية بالمدينة، والتسليم بأول 2018.